أحبائي صباح الخير أو مساء الخير، وأهلا وسهلا فيكم بحلقة كمان حلوة مع الشيف شادي بعالم المطبخ. مثل العادة دايما دايما نحن على 12:05 من بعد موجز الأخبار كل يوم إلا يوم الجمعة، لأنه في عالم بعضهم جديد عم يسألوني عن الأوقات، وكمان كل يوم على الساعة 7:15 بعد الظهر بس على الفيوتشر يو اس اي، وعم يرجع كمان إعادة لعالم الصباح كله سوا مع عالم المطبخ صباحا، يمكن الساعة 3 صباحا ببلش عالم الصباح. اوكي. عم يصلني كثير من الايميلات احبائي، وانا بدي اعلق على هذا الموضوع شوي صغيرة. مثلا الشيف شادي ليش ما بتعملنا وصفات صحية؟ الشيف شادي ليش ما بتعملنا اشياء بتضعف؟ اكيد هالاشخاص يلي عم يبعثوا لي هودي الايميلات اكيد ما بيحضروني، او اذا بيحضروني ما بيكونوا عم بيتابعوني، يعني بيحضروا بشوفوا الشباب شادي عم يتحرك يمين وشمال، اوكي، بس ما بيجوا بيراقبوا او بيكتبوا الاكل قدامهم. بمعنى يلي الانسان يلي بيعرفني وبيحضرني صار له زمان بيعرف مزبوط انا كيف بطبخ، باي طريقه، باي نوع زيت، قديش بستعمل سمنه، قديش بستعمل زبده، كيف بستعمل بيض، كيف بيجي انا فكر تقلل من كميات المواد الدهنية بكل وصفاتي. وأنا هيك من 12 سنة وقت اللي ابتديت بالتلفزيون لليوم بشتغل بنفس النمط. فعملوا معروف، بس قبل ما نكتب شغلة أو نطلب شغلة نشوف الوصفات نجربها نشوفها. أنا مش عم أقول الوصفات إذا واحد تقله 150 كيلو بده يضعف، لا، بس اللي كمان جسمه حلو وبيتابع على الوصفات بضل جسمه مزبوط، لانه بيكون عم ياكل اكل صحي يومي وبيحافظ على جسمه وعلى كمان البدانه والدهون بالجسم. اوكي، ننتقل على ناحيه ثانيه. اليوم عندنا موضوع الحلقه الجزر بكل يعني جزر بامتياز. طلبتوها مني كيك بالجزر، رح نشتغل فيها، متعب شوي، بدنا نبرش جزر قبل، الا اذا عندكم مكنه كهربائيه لبرش الجزر، انكسروا ايدينا نحن عم نبرش قبل بشوي، الشباب كانوا يساعدوني. مهم، بدنا نعمل كيك الجزر بطريقه كثير حلوه، بدنا نعملها هيك بقلب قالب تبع الكريم كراميل اللي عندنا هون، اوكي، وراح اعملها انا كمان بشكل راح اعملها بهالقوالب تبع كمان البان كيك اللي عندنا، اوكي، او الوفلز الموجودين الصغار، فينا نعملهم، فينا نعمل كيك كبير، اوكي، راح نعمله بهالطريقه، فتابعوني لانه الوصفه كثير كثير حلوه. وكمان بشكركم كثير، في كثير من الاشخاص عم يجاوبوا كمان على السؤال نهار الاثنين السحب بالنسبه للطحين الابيض والطحين الاسمر. رح بلش، رح احط جزر انا على جنب البرشنين، ورح اجي انا انتقل دغري لهون على هالمكنه، رح نخفق بقلبها، فينا نخفق، فينا نحط المواد كلها احبائي بقلب، يعني فينا نحط المواد مثل ما انا رح احطها هلا بقلب جار، ونجيب نحن كمان الخلاط الكهربائي اللي عندنا بالبيت اللي هو كل العالم اكيد عندهم اياه. 4 بيضات بياض وصفار، انا بشتغل بالطريقه هيك، معلي خلونا نشتغل هيك، هيك بتشوفوا كلكم سوا شو عم بيصير، مع انه شغلي متعب شوي صغيره لالي، بس هيك انه انا بفرجيكم وبتشوفوا كيف عم يصير الشغل احسن قدامكم، والكاميرا بتوصلكم المعلومه احسن. اوكي، صار عندنا كم، هيدي 3 بيضات، دائما ما تعملوا مثلي، انا متاكد انه البيضات عندي اياهم طازه، اذا انتم متاكدين انه هن طازه اعملوا مثلي، اما اذا لا بنفقشهم لوحدهم اوكي على جنب وبعدين بنحطهم، او اللي ما عنده خبره انه بيفقش البيضه مزبوط وممكن ينزل منها شقف من القشره تبعيتها، ساعتها كمان على جنب بنفقشها، اذا نزلت قشره بنشيلها وبعدين بنحطهم بهالطريقه. لكن نحن عندنا هون 4 بيضات، سكر، 2 كبايتين من السكر، انا راح استعمل 2 كباية من السكر الابيض و2 كباية من السكر الاسمر، او 2 ابيض او 2 اسمر مثل ما بتكون، انا راح اعملها هيك هيك. رح انا اجي اشتغلها بهالطريقه، رح اشتغلها بسرعه شوي صغيره حتى نلحق نحط الكيك بكمان الفرن قبل ما نطلع باول بريك. كمان هيدي 2 كباية هون مع السكر، برجع بنتقل انا كمان هون لكباية ثانيه من السكر الاسمر الخام مثل العاده. طبعا انا اقول خام لانه خلص صرنا نعرف انه بنقصد الخام اللي مش داخل له دبس، يعني مش السكر الابيض المدبوس. اوكي، هيدا كمان هون 2 كباية بهالطريقة هون، بيجي أنا بنزل ببلش أخفق بهالطريقة هيك، لكن 2 كباية من السكر
اكيد المقادير رح نكتبها بعدين، بس رح قلكن اياها هلا بهالوقت. انا عم تخفق عندي، عم يخفقوا البيضات مع السكرات، كبتين من السكر ان كانوا ابيض او اسمر او نص بنص، اربع بيضات، كبايه من زيت النباتي، كبايتين من الطحين، وكبايه من الجوز المفروم. هلا بنشوف كيف بدنا نفرمه. هودي المقادير بدهم اربع كبايات من الجزر المبروش. هلا بتشوفوا كمان كيف لازم يكون شقة الجزر. خلوني هلا اخذ الجوز اللي عندي افرمه هون، جوز نفرمهم كمان هالطريقة ناعمين نوعا ما. اوكي هود الجزر اللي انا عندي رح ارجع حطهم محلهم كمان. رح انا اخذ منهم كبايه معلقه زو السخنه، بس عم ناخذ العيارات على القد حتى ما يكون في اي التباس باي شغله، حتى لو بدي وسخ شوي معلقه كبايه على القد من الجوز، وراح نروح كمان على كبايتين على القد من الطحين وكبايه من الزيت، وبعد هيدي كبايه من الجوز يا شبشب ثلاثة الدنيا معلي. اوكي هون الجوز رح نحطهم هون، كباية من الزيت، كباية من الجوز، اربع بيضات، كبايتين من السكر، كبايتين من الطحين، ومنروح ملعقتين صغار، بناخد ملعقة ملعقة صغار على القد، او هيدي ملعقة هون، ملعقتين صغار من البيكنج باودر، طلعوا ملعقتين صغار من الخميرة سريعة الذوبان كمان، هيدي الخميرة هون بننزلها بقلبها، طلعوا كيف خميرة بيكربونات، قرفة كمان، قرفة اللي هي الكنال، اللي هي الكنال كمان ملعقتين صغار. اوكي هودي بالنسبة للبهارات. هلا شو بعمل؟ طلعوا شو عم يصير هون، مزجوا مزبوط البيضات مع شو؟ مع السكرات. بجي انا هلا بنزل لهم زيت كباية، ومنبلش بالطحين كبايتين قلنا مزبوط، شيل هودي على جنب كمان، كله قدامكم عم بصير كباية تجي هالطريقة. يلا كمان كباية تانية، خلينا نمزجوا منيح مع بعضهم، وانا عم بعملهم بسرعة، رح اطفي المكنة نتفة صغيرة. اوكي طلع هون الوصفة تنجح معي مزبوط كوصفة كعجينة، لازم اخفق السكر مع البيض مينيموم مينيموم ربع ساعة. رجع بعيد، أربع بيضات مع كبايتين من السكر بخفقهم ربع ساعة، مش مثلي أنا هلا ست دقايق أو خمس دقايق، أوكي؟ ربع ساعة بعدين بضيف الزيت اللي أنا ضفته، بعدين بضيف البيكنج باودر مع الكانيلا اللي هي القرفة والخميرة، بعدين بجي بضيف أنا الطحينات، ربع ساعة، أوكي؟ حكفي أنا هلا هيك، هود الطحين، رجع. عجينة، الجوز. كان ضفنا هون صرنا ضايفين كل شيء، رح نشيل هلا هيك شيء قدامنا كلهم. جزرات كيف فيني اعرف اربع كبايات؟ طيب فينا نعرف اربع كبايات، هلا بنشوف كيف. رح نحط هيدي هون لانه بدنا نعمل بعد شوي صغيرة سلاد متعقد وفيها كمان جزر. ما انا قلت اليوم الجزر هو بامتياز، اربع كبايات بتطلعوا ممكن. رح نجيب كباية، هاي كباية الطحينات اللي عندي، حطهم. انا بعتقد مثل الاولاد الصغار، يعني انا اشتغل بالكبايات بتعك على حالي، انه انا برايي انه الواحد لازم يكون عنده ميزان بالبيت وبيزين، مع انه انا عم بعطيكم كل شيء بالجرام، بس اشتغل بالجرام بتقوموا علي لايامي يا شيف شادي نحن ما عندنا ميزان، وانا ما بفهم بالميزان. وانا اوكي الشيف شادي اجا اليوم اشتغلنا على مواضيع شو انه نعمل اربعه صرنا، هي ثلاثه وهي اربعه، يلا على القد، حتى لو شوي زياده ما في عندي انا مشكله.
جزر هون وراح اخلي الكبيه هون بس حطينا جزر انا بعدين بدي استعملها كرمال السلاد ما تقولوا شو حطيت كله جاهز كيف صرنا هون واو اوكي خلوها شوي صغيره فخليهم هلا شوي صغيره مع بعضهم برجع بعيد الاربع بيضات مع الكبيتين من السكر ضفنا لهم كبيه من زيت النباتي كبيه من الجوز المفروم وكبيتين من الطحين مع ملعقتين صغار من القرفه ملعقتين صغار من البيكنج باودر باردون من البيكربونات وملعقتين صغار من الخميره هلا ناقصهم بس انا شو اعمل حط لهم شويه فانيليا يعني انا فيني اجيب فانيليا هيك واجي نقط الفانيليا عليهم شوي ما كثير يا شادي مثل هذيك المرات ها هيك يعقد بيطلعوا هود الشيء ملعقه صغيره من الفانيليا البودره اذا بدنا هلا كيف الوضع؟ دان انا هون بجي بطفي بعلي لفوق بس تفرجيكم الموضوع كيف هون ليكو هالكريمه الحلوه اللي عم تنزل هيك بجي انا هلا هون معلي رح حط انا هالجزر بقلبها وفيني انا الجزر ما حطه بقلبها يعني ما اجي انا اخلطه بالخلاط يعني فيني انا شيل لبرا الوعاء وزيد الجزر واخلط الجزر بايدي انا من دون اي مشكله بس انا اللي رح اعمله رح كفي حتى ما وسخ كثير عندي رح نزل انا بهالطريقه واجي على شوي شوي حتى ما يكسر كثير الجزرات اوكي حتى ينخلطوا وهلا بعد شوي صغيري برجع انا بقويها شوي بس انه ما تطلع عادي خلص هذه الوصفه اوكي يعني نحن هلا نحن معتبر حالنا حضرنا عم نحضر هالعجينه يلي فيه بقلبها هل الجزرات هلا محل الجزر فيني استعمل تنقول الجلانت البامكن اوكي اللي هي القرع فيني استعمل القرع فيهم كمان عم بيدخلوا الاسفرجل بقلبها فيهم عم يعملوا الكيك على طعمة الافوكا كمان او على طعمة المانجا يعني انتو بلشوا بهيدا الباز وبعدين محل الجزر فيكم تحطوا اشياء كتيرة من انواع الخضار او الفاكهة فاكهة يعني فينا نروح على الانجاص فينا نروح على التفاح فينا نروح يا شيف شادي على الموز المهروس فينا نروح يا شيف شادي على الفريز فينا نروح يا شيف شادي على الكيوي فينا نروح يا شيف شادي على بيروت محل ما تكون اوكي المهم انه حطينا الباز بعدين ضفنا عليها هالاشياء الخضره او الفاكهه اللي انا بدي استعملها فينا نروح على روما يا مخرج ما في اي مشكله اوكي يلا سكرنا يا شيف شادي من اول شوي اول شوي استوب خلص بس ربع ساعه اقل شيء والبيض اول شيء لازم اخفقه مع السكرات هيدي حطوها براسكم اعملوا معروف انا رح شيل هلا هون هالكيك طلع عندي هالمزيج طلع عندي ببرمها هيك لبرا هيك يا شيف شادي بيجي كله سوا بينزل معلق اذا وسخنا حدنا لو بدنا نوسخ ما في انا كل شوي اعمل ستوب عم نشتغل لايف كمان حتى ولو الحلقات مرات بيكونوا مسجلين عم نكون لايف انا ما بوقف وبجي بصلح الغلط او اي شغله ممكن تطلع معنا انتوا هون جزرات وين بتروحوا؟ هون وهون كمان بتروحوا هون وهولي رح نشيلهم شوي رح نخليها مثل ما قلنا بس رح نسكب هون قدامكم انا عندي هلا انا هون هالقالب اللي هو تبع الكريم كراميل ممكن انا كمان او تبع الانجليش كيك اوكي بدهنه بالزبده وبحط له طحين او انا عندي دائما عم بستعمل هالبتر سبراي اللي عندي اوكي بيجي انا برش واو وكمان بيجي انا على هالبامبكين على شو اسمه هالقالب المطاطي هيدا كمان بنفس الطريقه فيني اشتغلهم انا هون هيك وجيب انا رح بلش انا اول شيء بالقالب بعدين بنعبي هودي اوكي من بعد ما نرجع من البريك رح جيب انا هون طلعوا هذا القالب طلعوا هذه هي العجينه اللي انا عندي هون بجي بنعبي هالقالب هيك طلعوا كيف والكيك الجزر اللي انا عندي على طعمه القرفه اوكي فينا ما نطعم بالقرفه نطعم بالزنجبيل فينا ما نطعم بالزنجبيل بس نخلي الفانيليا فينا نحط برش الحامض فينا نحط برش الاورنج فينا نحط كمان الزيست تبع اي نوع من الفاكهه اللي نحن بنحبها اوكي رح ادخلها انا هيك احبقها على الفرن رح نضيف لها هيك جوانبها نتفه صغيره هيك هون هيك هيك بالطريقه بتفوت كمان على الفرن على حراره 180 درجه بدها بين ال 25 و 30 دقيقه بعدين بشعل شوي من فوق اذا لزم الامر احبقها رح احطها انا بالفرن انا هلا اوكي ونرجع او نشوف بعض
الاعلانات وبترجعوا لي بسرعه دقيقتين ونص لانه بدنا نسكب نرجع كمان لانه هودي بدهم بس خمس دقائق لانه الكميه قليله نسكبهم اي مثلا من بعد ما نرجع دقيقتين ونص. اهلا وسهلا فيكم احبائي الفقره الثانيه اليوم مع الشيف شادي والحلقه بامتياز جزر. اوكي والجزر بقوي النظر يعني اليوم اللي حاط عوينات في شيء بعوينات قد ما برشنا جزر. اوكي اربع كبايات من الجزر احبائي. اول شيء بعد شوي حضر ورقه وقلم مثل العاده بدنا نكتبهم قدامنا ونقريهم ونصورهم كمان. اوكي صورون لانه شغله كمان كثير حلوه تكون مكتوبه عنا ما ننساها بعد مده. برجع بعيد لك عن اربع بيضات شو عملت فيهم انا؟ فقشناهم حطيناهم بقلب المكانه وحطينا عليهم كبيتين من السكر ممكن يكونوا اسمر او ابيض خفقناهم ربع ساعه برجع ب 20 دقيقه 25 دقيقه بيكون احسن لانه كل ما انا اوكي خفقتهم مثل سبونج كيك كل ما طلعوا احسن. بس تعرفوا شو انا عم غلبت هون؟ عم غلبت انه انا لازم هون حط اول شيء هودي تهول يجهزوا معي. خليكم شوي هلا برجع بعيده هودي انا جبت هالقالب من المطاط رح اجي اسكب فيه انا هالخليط تبع الكاروت رح اعملهم هيك بطريقه كمان كانهم عندي اياهم قوالب جاتو صغار. طلعوا شو رح يصير هلا بينفشوا معي لفوق بيطلعوا يبهدلون الدنيا بس ما عليه شيء بس انه ناخذ فكره هالكاروت كيك على القرفه ما اطيبه. اوكي خلوني بس شوي صغيري هون بس انا عبيتها كثير هون يا شادي ما هي عبيناها كثير بس ما على شيء شو بده يصير؟ اشوف شو بده يصير. اوكي بس القالب انا عندي قالب جوا كمان رح احط انا هيدا القالب هون والحراره يا شادي 180 درجه حطها على القد هون. اوكي ولوقت بده يكون حوالي ال 20 دقيقه للقالب الكبير اما هودي بدهم 10 دقائق 8 دقائق لازم يكونوا جاهزين هالقوالب الصغيره. اوكي مثل الوافلز او غيرهم من الاشياء. المهم ارجع بعيد اذا خلصنا هيدي ريح راسي اربع بيضات مع كبيتين من السكر بنحطهم يلا 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 10 دقائق ربع ساعه المينيموم ربع ساعه 20 دقيقه 25 دقيقه خفقوا مزبوط بنزيد لهم كبايه ساعتها من زيت النباتي كبايه من الجوز المفروم ممكن يكون لوز اوكي ممكن يكون بندق اللي بدكم اياه. اوكي بعدين بزيد له ملعقتين صغار من البيكربونات ملعقتين صغار من الخميري بقلبهم وملعقتين صغار من القرفه انا حطيت قرفه انتم حطوا زنجبيل حطوا اللي بدكم اياه انا اليوم طعمتها ولونتا بلون القرفة وبطعمة القرفة ما هيك والقرفة قريب لونها هيك بس نخلطها مع الطحين من لون الجزر مع الطحين بتميل هيك لونها شوية صغيرة للبني. اوكي لانه بس نخلط الجزر مع الطحين ومع البيض بيعطينا هاللون مثل ما شفتوا قبل وبعدين بضيف عليهم كبيتين من الطحين. اوكي بعدين اكيد الاربع كبيات من الجزر عليهم من فوق خلطناهم كلهم سوا وحطيناهم بالقوالب يلي مدهونة بالزبدة ومغشوشة بالطحين وبعدين هيك منفضه شوي او بالباتر سبراي. اوكي يعني شغله يعني اكيد بنرش هالباتر سبراي عليها ما عاد بتلزق عند الكيك وحطيناهم بالفرن ونسينا الموضوع. تنكتب قدامنا شو عملنا. هلا انا شايف قدامي عندنا صلصه الباربيكيو او الهاني العسل الباربيكيو. اوكي صوص فهلا بدنا نكتبها نحن قدامنا وهيك هيدي اللي عملناها كمان من يومين تيت كثير طيبه كثير بعثوا لي ايميلات او اس ام اسات. على كل حال شو واحد بده يحكي جربوا طيب صلصه الهاني باربيكيو شو عملنا؟ حطينا العسل كوب دبس السكر ربع كوب صلصه الطماطم ست ملاعق كبار الويتشستر شاير صوص ست ملاعق كبار وشرحنا عنها خردل او ملعقتين صغار او ملعقه كبيره وفيكم ما تحطوا خردل بالخالص اللي عنده مشكله مع الخردل بس وحياتكم واحد ما بيحس بس يحط هالقصص هودي مع بعضهم بيعطونا نتيجه مختلفه ما نجي ناكل الخردل لوحده. بعدين السكر البني كوب ونص. هلا السكر البني انا قلت كمان هذيك المرات انه اذا بتحسوها حلوه قللوا من السكر للكبايه مش كبايه ونص. وبعدين قرفه مطحونه فلفل احمر زنجبيل فلفل اسود اوريجانو ثوم مفروم وملح هودي فينا نحط من كل نوع من هال المطيبات خليني سميهم فينا نحط ملعقه صغيره الا نتفه ملعقه صغيره يا شيف شادي الا شوي يعني واحد على ثمانيه من الملعقه بهالطريقه بيكون عندنا الهاني
باربيكيو صوص. هلا اذا بدكم تعملوها باربيكيو صوص لوحدها، شيلوا بس هالكوب من العسل الموجود بقلبها وخلص كمان الموضوع. ابدا اذا شفناها انه طلعت جامده شوي صغيره يا احبائي، بنزيد لها ساعتها نحن نطفي صغيره اوكي من الويتشستر شاير صوص اذا بدنا، او بنضيف لها شوي صغيره من المي البارده فقط لا غير. انتقل هلا تنشوف كمان وصفه كمان كثير حلوه اللي هي كعكه الجزر اللي حكينا عنها هلا. تنشوف اذا شادي كان حافظها مزبوط. 4 بيضات مزبوط، ها، جزر مبشور 4 اكواب، سكر 2 كوب، زيت نباتي 1 كوب اللي هو زيت نباتي اللي ضفناه بعدين على الكوبين من السكر اللي خفقناهم مع 4 بيضات لمدة ربع ساعة، وعندنا جوز مفروم 1 كوب، أكيد تذكروا 2 كوب من الطحين اللي ضفناهم بالآخر. كمان عندنا هون البيكنج باودر أو البيكربونات 2 ملاعق صغار، مسحوق الخمير 2 ملاعق صغار، ومسحوق القرفة 2 ملعقة صغيرة. يعني نحن بيكربونات او بيكنج باودر، مسحوق الخميرة لانه نحن فينا نحطهم مع بعضهم، وفينا كمان نستبدل الوحدة بالتانية. يعني مثلا واحد ما بده يحط خميرة بحط بس بيكنج باودر وبيكربونات، اوكي، او العكس مثل ما بدكم، لانه كمان دخلنا على الوصفة من كمان من البيض والسكر والجوز كمان المفروب يلي بتفعلوا لي مع البيكربونات وبرفخوا لي هالكيكة. ليكو بكعكة الجزر شو بدنا نعمل بعد شوي؟ رح نعمل كريمة بسموها كمان ببعض المطاعم الجليد، اوكي؟ هي هذه الكريمة يلي من بعد ما تطلع لبرا، هذه الكريمة بنلاقيها هيك لونها بيضة، هالكوش الأبيض، مش يلي نحن يعني مش عجينة اللوز يلي نحن أو المرصبين أو عجينة السكر البودرة يلي بنحطها نحن من فوق، اوكي؟ هيدي بتكون أرخى شوي صغيرة، هيدي يلي منغط فيها مرات أنواع من الدونتس، أوكي؟ لونها هيك أبيض وفينا نلونها. كيف بتنعمل؟ من الكريم تشيز، رح أعطيها هيك طعمة كمان طيبة، هي بتنعمل حقيقة من السكر ومن الزبدة مع الفانيليا أو مع شغلة مطعمة، نحن رح نطعمها بجبنة أو الجبنة البيضاء القابلة للدهن، رح تشوفوا بعد شوي صغيرة كيف بدنا نعمل الوصف. أوكي، عندي تنشوف شو صار عندنا هون. اكيد انا اذا بتطلع بالفرن من برا بلاقي انه انا بلش عندي هالصغار اللي عندي او هالجاتويات الصغار بلشوا هيك يفقعوا لي شوي يتنفسوا حتى يبلشوا يرفخوا معي على حراره ال 180 درجه. طيب انا بيقولوا لي دائما عم يعملوا كيك بالبيت، بس يا شيف شادي عندنا فرن كهرباء، اكيد تكونوا عرفتوا حالكم هلا لانه اكثر من 4 5 نساء او مشاهدات اتصلوا فيني او بعثوا لي اس ام اس مشان هذا الموضوع. اذا انا عندي فرن كهرباء وبحطه على 150 درجة وضل الكيك بقلبه أو ضل براونيز بقلبه ساعة وربع، طب أكيد يعني هون أنا بفوت على حرارة واطية بينام ما عاد بيرفخ معي، لأنه هيدي عجينة مش عجينة مخمرة، عجينة دخلها خميري أو بيكنج باودر ودغري فايتة على الفرن. فنحن بدنا هون حرارة عالية بالفرن حتى تقوم لي هالعجينة، وخاصة إذا مثل هيدي العجينة دخلها أشياء ثقيلة مثل الجوز وكمان مثل الجزر. اما اذا كان سبونج كيك عادي شو داخله غير الطحين؟ هون داخل الطحين وداخل اشياء ثقيله، بدنا حراره قويه حتى بوم ترفع لنا اوكي الكيك الصغير او الكبير بسرعه. مشان هيك نحن بنقول دائما ولعوا الفرن قبل بنص ساعه، من قبل بنص ساعه ما تدخلوا عليه اي نوع من الكيك. اوكي، وصلت المعلومه؟ دان. واو، بلشنا هيك نطلع لبرا. اذا هلا بنقرب عليهم من شوي بنحس فيهم، رح انا افتح الفرن مع انه غلط اوكي، بس بتشوفوا انتم قد ايه حلوين بلشوا هلا يطلعوا معنا لبرا، يطلعوا معنا هيك لفوق ويرفخوا معي، شايفين بلشوا ها، وانا شايف انه بده يطلعوا كمان لبرا، يعني رح يطلعوا برات القالب لانه انا عبيتهم كثير. رح خفف شوي صغير النار معليه لانه هون قريب كثير، وهلا بنرجع لعندكم بعد شوي صغير هيك اوكي. لكن احبائي هلا بدي انتقل تنشرح شوي صغيره عن صلصه كثير طيبه مع كمان الجبن البيضة القابله للدهن، وعن سلاد بتطوش. اوكي، شو معنات سلاد بتطوش؟ كلنا متعودين احبائي ناكل، كلنا متعودين ناكل بالبيت خيار، كلنا متعودين ناكل بندوره، كلنا متعودين ناكل خس، ناكل طومات سوريز، اوكي، كلنا متعودين شو نحط مع مثلا بعد؟ شو بتحطوا مع شباب مع السلطه؟ روكا، بقلي، اوكي، فجل،
نعنع شو كمان سكروني اوريجانو بس انه ايه اوكي بعدين شوف هيك الاراء تبعولكم شو بعد ارضيشوكي اي نوع العلب الفريش كمان ارضيشوكي فريش كمان فينا نحط فيها طيب ليش ما بنحط فيها كوسني بعقد زي ما بنحط فيها الجزر الجزر بازيلا يعني نحن السلاد عنا لازم دايما يكون في عنا صلاة نبلش فيها قبل الاكل اوكي السلاد عن جد اذا نحن اليوم بدنا نحافظ على جسمنا اوكي لازم اول شغله تكون على الطاوله ودايما على الطاوله السلطه ببلش فيها باكل كميه بعبي بطني منها انا اوكي حوالي 50 60 70% عبيت شبعت منها وبعدين بكفي اكل انا المواد الثانيه او الاشياء الثانيه موجوده على الطاوله بهالطريقه اذا بتتبعوها كمان بتلاقوا كمان نتيجه كثير 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 حلوه انتقل انا هلا انتو شو رح اعمل فيكم رح احطكم هون بعدين عجلي اذا قال راد رح استعمل هون رح اجي انا اقول انا عندي من هيدي الاونديف اكيد شايفين كله مغسل من الاونديف اللي عندي رح شيل انا هيك كمان رح احطهم بكمان بصينيه انا حلوه هون رح اجي انا اوكي جيب سكين موجود انا عندي هون السكين ورح اجي انا اخذ اول شيء اونديف رح قص وحده ورح خلي وحده رح استعملها ورقه انا رح قص وحده هون رح احط انا هالاونديف كله هيك رح اتركك هيك هون انت على جنب ورح اجيب انا هون كمان من الخس الايسبرغ اللي عندي رح اخذ نص الخسه مغسله حلوه كثير بتعقد هذا نوع من الخس كمان رح شيل هيك هيدا ها شوي صغيره لبرا وقطعك بهالطريقه واحسن اذا الخس منقطعه بايدينا ايدينا كيف يعني بنجيب نحن هيك لانه بيطول اكثر وبنجي بنعمله بهالطريقه هيك احسن بس انا ما رح طول هذا الموضوع رح اجي انا بهالطريقه كمان هون اجي انا احط كمان الخس تشوفوا شو عم بيصير وبجي هلا انا بنجي على الخيار كمان قطع الخياراتنا نغير هيك السكين تيطلع سكين اصغر كمان لانه هذا السكين صار كبير للخياره بجي انا هون قطع الخيارات بهالطريقه دايما مثلا قطع الخيار اعملوها بهالطريقه اذا بقول قطعون بالطول اوكي اذا ما قطعون هيك دايما ميلوا السكين شوي صغيره قطعون ليكوا بضلوا محلهم اوكي ما بيطيروا اما اذا انا بدي قطعون رون هيك ممكن اوكي ليكوا كيف بيطيروا يعني بيبعدوا عني الحبوب ساعتها اذا انا بميل سكين شوي صغيره بضلوا حد بعضهم الشعف مثل ما شفتوا قبل شوي مثل ما راح جرب ها طلعوا ليكوا شو حلوين هون راح اجي انا اعملها هيك بيجي انا هون على يد مي السكين وبيجي بنزل فيها انا بهالطريقه شايفين انا هون بضلوا حدي ما بيروحوا بعاد عني اوكي او بيقعوا على الارض عندي الخيار هلا هون عندي كمين رح اخذ من البندوره رح اجيب سكين زغرور وطل شوي صغيري انا على الفرن يعني لك اذا طلعتوا لبرا رح ازعل منكم ها بعدنا لك كيف رفخوا انا عندي هيك اذا هيك الكاميرا بتاخذهم عن بعيد او من هون هيك رح طلعهم شوي صغيره لبرا بس مش نشوف فرجيكم الحراره القويه شو بتعمل فيها طلع شغله حلوه اكيد بعدنا ورح اجيب القالب الفوقاني طلعوا ها ليكوا القالب الفوقاني رح طلعوا لبرا مع انه غلط اللي عم بعمله بس كمان طلعوا كمان كيف رفخ فعل القالب الفوقاني رح هبط شوي لانه طلعنا لبرا غيرنا الحراره بس انا رح ناخذ هيدا الريسك مع انه اللي عم بعمله غلط نحن لازم نطلع عليه من برا منشوف حلوين صاروا هيك منيح شي حوالي 15 دقيقة 18 دقيقة بطفي من تحت وبعدين برجع بشعل من فوق، اوكي؟ نحن مهم الوصفة تكون حلوة ومضبوطة وخفقنا البيض مضبوط مع السكر، بعدين ما عندنا مشكلة أحبائي قد ايه بدهم بالفرن، ما عندنا مشكلة يعني ما عندنا مشكلة كيف بدنا نراقبهم بالفرن، مهم نعرف الحرارة ونعرف الوقت تبع الفرن، كما إنه هلا عندنا دقيقتين ونص وقت مشان نرتاح شوي ورجعوا لعندي. الحلقة حبيقي اليوم اللي ما كان معنا صار معنا جزر بامتياز قبل ما ارجع اشرح للمرة الخامسة اليوم او السادسة وصفة كعكة او كيك الجزر خلينا نشيل هلا هالكيك الصغار اللي عملناه هون اوكي اللي جهزوا هيك بعشر دقايق عنا واو هيكوا شو حلوين يا شتشود طلعوا بعقده هلا بدنا نبربكم برمة اوكي وهون عندي هيك القالب بعده ما اخذ لانه هيدا بده وقت اكثر يمكن ما يجهز عندي اليوم
بس انا هلا شعلت عليه من فوق رح شوف اذا كان عندي شانس رح اقلبه قدامكم وشوفوا قديش حلو. هون اكيد الشانس موجود، انا رح شيلهم هلا هيك، ما بدي احطكم هلا، رح اجرب هلا اعمل ابرم هيك وحطكم تخلص السلاد، حطكم وين او لا هيك بالصينية كلها سوا، رح احطكم هون وبعدين بس تبردوا شوي بدي اقلبكم. بهالوقت بنكون عملنا شو؟ بنكون عملنا كمان خفقنا بما يسمى الجليد او الغطا او ال شو بسموها يا شادي؟ كريمه البيضه، كريمه السكر، كريمه الجبن، التطعيمه، الصلصه، اللي بدكم اياها رح نعملها هلا سوا. كثير شغله هينه. اوكي، بجيب انا من سكر البودره حوالي نص كيلو او 450 جرام او حتى 350 جرام، مش كثير انا عندي هم كميه السكر لانه بس مش باين يعني 300 ل 450 مش اكثر ومش اقل. رح نزل انا السكر البودره كلهم سوا، طلعوا كيف؟ اوكي، من دون ما توسخوا مثلي انا، اوكي؟ وانا عم بشتغل غلط بهالطريقه هيك، انا لازم احطها لهيدي الجهه بس هيك انتم بتشوفوني احسن. رح جيب انا حوالي ال 100 جرام اقل شوي يعني شي 70 جرام، اوكي، من الزبده، رح دخلها اياها بهالطريقه هيك اليوم اكيد، يلا. ورح جيب انا حوالي ال 250 جرام او 270 جرام او 240 جرام او 230 جرام بس مش اقل من 200 جرام، اوكي؟ من الجبن البيضة القابلة للدهن، نزلها بهالطريقة، ورح احط لك شوي صغيرة من هون هيك، اوكي؟ وبجي انا بحط شوي صغيرة من الفانيليا ان كان بودرة او ان كان كولكي جوتشيتو بهالطريقة هيك، بجي بسكر على مهلي. هلا بتلاقوا بعد شوي انه اكيد بدنا نساعدهم نتفي، بدنا نجي هلا ننزل فيهم هذه الملعقة هيك ونساعدهم شوي بطريقة انه ينعمل معي مثل العجينة سائلة نتفة صغيرة يلي انا بحطها على وجه بعملها غلاف للكيكة او الكعكة الجزر، ان كانت كبيرة وان كان صغار، صغار كل واحد بياخد وحدة، او ان كانت تلقوه مثل كمان عندي هون طلع الكراميلك وكيف احمرت هيدي بسرعة لانه انا عندي الفرن كتير قوي. رح اطفي تحته هلا شوي. شو رأيك انت اولك صرتي جاهزة ولا بعد؟ صار شكلك كتير حلو. رح اطفي انا شوي او رح عليك شوي لفوق، ما عليك، عم بتحايل عليها اوكي لانه هيدي بدها وقت اكثر مثل ما قلت لكم من اللازم. رح اجي انا ارجع شعل شوي صغيره من تحت، اوكي، طفينا من فوق وتركناها شوي بهالطريقه. بعد بدها شي 10 دقائق بس نحن 8 دقائق او 9 دقائق بتخلص الحلقه. رح نشوف، رح نجرب سوا بعدين نقلبها نشوف اذا بتطلع معنا حلوه ولا مش حلوه، اوكي، او نية، المهم نشوف شكلها كيف بده يطلع، ما عليه حتى اذا وقعت وانكسرت. ليكو شو عم بيصير انا عندي هلا هون، رح اجي انا قوي هالخطقة كلها، دان هذه كريمة رح تطلع عندي، رح نشوفها شوي صغيرة بعد ما خلصها ما نخليها شوي. طلعوا الكريمة اللي انا عندي، بس انا مثل ما قلت لكم شايفين هذه كريمة، طلعوا شفتوها؟ شايفين؟ عم حطها هون شوي تشوفوا كيف عم تطلع عندي، بس رح اتركها بعد شوي صغيره انا. شو تعميل؟ هالجليد اللي انا عندي اللي هو مكون من شو يا شيف شادي؟ مثل ما قلت قبل من 60 جرام او 70 جرام من الزبده، حوالي 450 جرام يعني من 350 لل 450 جرام من السكر البودره، مع جبنه بيضه قابله للدهن مطعمه بتعقد. جيبوا قد ما تكون طيبه الجبنه قد ما تطلع كمان هالجليد معنا او هالتغليفه معنا تطلع اطيب. حطيت 230 240 جرام من الجبن البيضاء القابلة للدهن مع شوية فانيليا، وهلا ها فينا بقوة. أنا حتى نضل نسمع بعضنا رح خليها تمشي على مهلها، خلوني أشوف، ما بدي إياها تحترق لأنه بعده الفرن شاعل مزبوط. فرجيني لنشوف، رح حطها هون، ما عليه، رح حطها هيك بتشوفوا شكلها من برا، ورح نجرب نقلبك بعدين. بس أنا هون بعتذر إنه لأنه حسسها إنه بعدها ني، اوكي، لكو شو حلوه. اما هون فيني اقلبهم، رح اجي هون هلا جيبهم، رح ارجع على السلاد بعد شوي، جيب انا هيك صحن وحطهم بالطريقه، اوكي، بدكم نقلبهم هيك او بيطلعوا لوحدهم ضروري. ها هوب، ها هاي وحده وهيدي هون، شو ها انا سخنين، ها اثنين
هيدي كعكة الجزر تطلع يلا، وهي ثلاثة، وهيدي هون، هيدي أربعة، وهيدي هون، هيدي خمسة. بالطريقة هيك صاروا عنا خمسة. فينا كمان هون نجي نعمل شغلة، زين هيك، ها نحط شوية جزر داير مدار الصينية إذا عم نقدمهم هيك لأولادنا. وهون أنا عندي هيك، ها اشتغلها بسرعة، ما عليه أنتم اشتغلوها على مهلكم وأقل من مهلكم حتى تطلع معكم حلوة ويطلع معكم الغلاف بعقي. بس أنتم شفتوا هلا كيف طلعت معي أنا الكريم، رح فرجيكم إياها ورح أنتقل للسلطة، ما ضروري طلعوا. هيدي الكريم اللي أنا فيني أشيل هيك شوية صغيرة وأجي ادهن، اوكي، وبعدين زينها، اوكي، باشياء كثيره. هيدي كمان هالتغليفه اللي انتم دائما بتسالوني عنها، انا حبيت اليوم اعملها مع الجزر حتى هيك تاخذوا كمان فكره كيف نحن كمان فينا نحضرها بالبيت. طلعوا كيف؟ وانا هون يا شيف شادي بجيب هالملعقه الصغروره انا قدامي هيك، اوكي، هالتغليفه. وهون شو بيعملوا بعدين فوقها؟ بس تعملوها على مهلكم، اوكي، شو بيعملوا بعدين فوقها؟ بيجوا بيزينوا القطعه، يعني بيحطوا عليها من الشوكولا المبروج، بيحطوا عليها كمان من اشياء كثيره. انا شو رح اعمل؟ رح انا كفي اليوم بموضوع الجزر، رح اشتغلها بهالطريقه، وبتنطروها اكيد يبرد وبعدين شغله كمان حلوه سريعه. رح انا وين حطها؟ حطها هون هيك. اخذنا معلومات كيف نحن بنحضر التغليفه، هربت منك لحتى طرت ولا اوكي شو بدي اعمل؟ عم بعمل كثير اشياء، عم نوصل كثير معلومات، مرات انا لو بيضحكوا علي شوي بروح هيك بسرعه، ما عاد الكاميرا بتلقطني. طيب هيدا غلط مني انا، بس معلش اوكي. رح ارجع هيك، رح اشيل هلا من ايدي شوي صغيره، هودي هيك كلهم سوا قبل ما ابرم، نغسل، نجي لهون هيك، واجي على البندوره او على السلطه الطيبه. بدي هون سكين زغرور يا شيف شادي، وينه؟ سكين العجيب، نجيب هالبندوره هيك شوي صغيره، اوكي، ما بنجي بنكب شقفه البندوره كلها سوا، نشيلهم هيك، اوكي، نجي نحن نقطع البندوره مثل ما بدنا شرائح، اوكي، ايدينا اكيد مغسلين، حطينا فيها جزر وانديف اللي هي البلجا او السلطه البلجيكيه فينا نسميها، وحطينا فيها كمان الخس الايسبرغ كمان الاجنبي، فينا نحط خس كمان لبناني. وهيدي البندوره هون صارت موجوده. رح انا شو رح اعمل انا هلا هون يا شيف شادي؟ بجي انا هون بايدي هيك بخطهم بس هودي مع بعضهم، طلعوا شو رح يصير، تيفوتوا هيك ببعضهم من دون الصوص، مزبوط؟ بعدنا عم نشتغل من دون الصوص. بجيب هلا انا هون جاط، بنحط هيدا الجاط هون يا شيف، بنحط هالخس كله هالخليط هيك بقلبه، طلعوا كيف؟ من البندوره بقلبها، تنقول نحن عم نخلط الفتوش مش مزبوط؟ بعدين ما بتحطوا على الفتوش انتوا اشياء، لكوا هيدي هون منيحه بس لازم نشيل هيدي الشقفة، هي مغسلة بس شوي صغيرة هيك لونها مروم، نشيلها مش حلو تضل بهالطريقة هون. وبجي أنا على الأونديف الأوراق الحلوين، نشيل الأوراق المش حلوين، حطهم هيك، واو بهالطريقة عملها بس. وبجي أنا لهون يا شيف شادي هلا، بجيب من الجزر، اليوم قلت لكم الجزر هو بامتياز عروس الطاولة. بجي انا كمان هون يا شيف شادي، بلشنا بالشغلة اللي انتم ما بتستعملوها واللي هي او كوسة بهالطريقة، طلعوا بايدي هون، يعني كتير بيكون رقاق ولا اطيب من هيك، كمان انا عملتهم بسرعة انتم عملوها عمل اطيب من هيك، بس تكون الكوسة بهالطريقة رقيقة ونية، او بتجيبوا الكوسة وبنبرشوا ونطلعوا، نبرش الكوسة بهالطريقة فوق السلاد، شغلة كمان حلوة. برجع أنا هون رح نزين بهيدا كله سوا، ليكو شو حلوة هالسلاد هيك. وهلا أنا هون عندي بارميجانو ريجانو يا شيف شادي، بجي
كم شقفة من البارميجانو أو أي نوع من الجبنة. أنا عندي شقفة البارميجانو عندي إياها كان باقية عندي أنا عم بستعملها بهالطريقة صارت سلاد ولا أجمل من هيك. أكثر شيء أنا هون فيني إجي طلع ها بقدونسات حلوين بيجوا شوي مزينهم هلا هيك. وبجي أنا هلا هون على شغلة بدي أنا أعملها اللي هي الصوص. لايكوا شو هون طلعوا بجيب من الجبنة القابلة للدهن اللي بقيت عندي صوص هيدي جديدة. وبجيب أنا هون من زيت الزيتون طلعوا شو عم بيصير علي. هلا بنخفقهم كلهم سوا مع بعضهم جبنة وزيت زيتون. بطلع أنا هون بجيب كمان عندي من عصير الليمون طلعوا نعصر الليمون على الآخر أو فيكم تحطوا محل عصير الليمون أي نوع من الخل مثلا شايفين نجي بعد ملح وبهار. خلوني هيك نحركهم نحن هون هلا شوي بتعبونا أول شيء هيك شوي مشان بس ينخلطوا مع بعضهم طلعوا كيف شوي 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 أوكي دارت يلا شفتوا كيف صار عنا هالكريمة الجبنة مع زيت الزيتون طلعوا هون شايفين كيف صارت أنا عندي. بجي بحط عليها الملحات الأوريجانو اللي أنا بدي يا شيف شادي البهار اللي أنا بدي يا شيف شادي والبارميجانو بقلبها لأنه حطيت بارميجانو هون. لو حطت موتزاريلا كنت فيني حط موتزاريلا كمان هون وفيني ما حط شيء بالخالص. وهون شو بعمل بلش إذا أنا بدي إياها هيدي صلصة الجبنة تضل عندي أنا هيك تطلعوا فيني مشان مثلا تنقول غط فيها كلاماري غط فيها أي نوع من السلاد غطة غط يعني استعملوا كديب يعني محل الصوص كوكتيل فيني أعملها هيك. أو إذا بدي إياها للسلاد شو بعمل بجي برخيها أو بمي عادية أو بزيت زيتون أحبائي طلعوا كل ما أنا حط لها كل ما رخيت. وبجي أنا هون على ملعقة هيك حلو كتير بجي ببلش حط شوية صغيرة أنا هون من هالصوص عليها هيك. وأنتوا بعدين بتخلطوا كل واحد بياخد أو هيدي الصوص بتنحط اون سايد عجنب أنتوا عملوا يلي بدكن ياه. بالآخر وليس أخيرا تنعطي هل منظر الحلو جزر وكارت بتعقد. قلت أنا بدي أقرب لكم هيدي قبل ما تنتهي الحلقة بس رح أعمل هيك شغلة سخنة سخنة شوي هون سخنة كمان مش سخنة شوي صغيرين شوف إذا بتقلب معنا إذا قلبت قلبت ما قلبت نكون انتهينا الحلقة أو انتهيت الحلقة بطريقة تبعتوا طريقة حلوة بس أنا كنت عارف إنه مش مستوية باي.